تواصل وزارة الداخلية فعاليات المرحلة 23 من مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية، والتي أعلنت الوزارة مد فعالياتها لمدة شهرين اعتبارا من نهاية شهر رمضان المبارك، لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على موقع وزارة الداخلية على الإنترنت. المبادرة دي كانت هايلة من ساعة ما ابتدت، وإحنا يعني اتفقنا خير إن هي تمدد شهرين كمان، وعلى أساس كده جهزنا عروضنا، وكل الحمد لله السلع الاستراتيجية موجودة بأسعار كويسة جدا، على الرغم من الأزمة العالمية اللي بتأثر على كل دول العالم وخاصة الشرق الأوسط، بس الحمد لله كل السلع موجودة وبأسعار كويسة جدا. والله المبادرة بصراحة جت في وقتها، يعني بالنسبة للأسعار اللي موجودة هنا لما تيجي تقارنها بأي أسعار بره لا فرق جامد صراحة. المبادرة ديت بنشكر الرئاسة ووزارة الداخلية على المجهود دوت، ونتمنى ان هي تستمر على طول. وتشارك في هذه المرحلة 28 سلسلة تجارية بإجمالي 1211 فرعا على مستوى الجمهورية. وقد أشاد المواطنون بحرص الوزارة على مد فعاليات المبادرة مع توفير السلع بجودة عالية وبتخفيضات كبيرة، ليتمكنوا من تلبية متطلباتهم بأقل تكلفة ممكنة. دي حاجة كويسة جدا من سيادة الرئيس، بنشكره عليها ان هو كمان بيمدها كل فترة. جيت هنا لقيت كل المنتجات هنا عليها خصومات فعلا، وان المبادرة فعلا شغالة ومستمرة لسه. استفدت طبعا من المبادرة، بشتري طبعا الحاجات الاستراتيجية دي على طول بالأسعار اللي أنا على قد يعني، لان هي بره موجوده باسعار اغلى بكتير. ما بنعرفش نشتري حاجه من بره، لكن هنا بنلاقي كل احتياجاتنا بسهوله وكل الاحتياجات متوفره. بنشكر سياده الرئيس على المبادره لانها فعلا فادت كل المصريين. شكرا يا رئيس. كما تم اقامه 4 معارض رئيسيه تتوفر فيها كافه انواع السلع بجوده عاليه واسعار مخفضه. هذا في الوقت الذي تواصل فيه منظومه امان التابعه لوزاره الداخليه مشاركتها في المبادرة من خلال توفير السلع بأسعار مخفضة من خلال 1026 منفذا ثابتا ومتحركا تابعا لها على مستوى الجمهورية، موضحة على موقع الوزارة على الإنترنت. وتأتي المبادرة استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في المساهمة في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية والتي تؤثر على أسعار السلع. لو